حاجة خالص علشان نعمل الخميرة بتاعتنا، هحط معلقتين من الحليب عليهم، معلقة كبيرة من الدقيق كبيرة مليانة او معلقتين معيارية. هقلب كده تقليب بسيط بالشكل ده، كده يدوب يتكون معايا عجينة. هنزل بعلبتين من الزبادي اللي هي العلبة المية جرام، واحدة واحدة واقلب. انا بس مش عايزة الدقيق يكلكع معايا. دلوقتي هنزل بقى العلبة التانية واقلبها هي كمان كويس جدا مع الدقيق والحليب والعلبة الاولانية. الخطوة دي مهمة جدا ان انا اعملها اول حاجة علشان هسيبها تتخمر براحتها نص ساعة ساعة، يعني حسب ما تقعد تتخمر، يعني يفضل تتخمر وقت كافي بس ما تزيدش عن الساعتين من التخمير. دلوقتي هنعمل الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي في حلة على النار فيها مادة دهنية، هحط فيها بصلاية متوسطة. دلوقتي البصلة بعد ما اخدت اللون الحلو ده معايا، هشيل اكبر كمية ممكن اشيلها منها بالشكل ده كده. هسيب حاجات بسيطة جدا في الحلة بالشكل ده. وهنا بقى على بواقي البصل اللي احنا شايفينه ده كده، احط معلقتين من الرز اشوحهم. هي البصلة اخده لون حلو قوي، ما تفتكروش ان هي محروقة، هي لازم تاخد اللون الحلو ده اللي هو البني المكرمل، بس ما تتحرقش مننا، يعني ناخد اللون اللي احنا المطلوب بس ما تتحرقش. دلوقتي الرز اتشوح تشويحة حلوة جدا معانا، شايفين بقى حتى لونه بقى يدوب كده قلب على انه يبقى ذهبي. هحط بقى شوربة. الشوربة مهمة جدا ان يكون طعمها حلو وتقيلة او دسمة. ممكن تكون او الاساس في الكشك ان هي تكون شوربة بط، بس اي شوربة موجودة عندنا، بط، فراخ، لحمة، اي حاجة. كده انا نزلت بنص لتر من الشوربة، طبعا الشوربة عليها كل التوابل. هسيبها بقى الرز بتاعنا يستوي في الشوربة دي. الرز بتاعنا بقى 90% من السوى بالشكل ده كده. معايا هنا كوباية من البشاميل، ده بيدي بقى طعم الكشك بتاعنا طعم تاني خالص، بينقله في حتة تانية خالص. طب انا ما عنديش بشاميل جاهز او في التلاجة او كده، ده بشاميل كان متبقي عندي. مع الرز هنحط معلقة من الدقيق وندوبها او نحمرها كويس جدا مع الرز، وبعد كده هننزل بالشوربه. دي الخطوه اللي هنعملها لو مفيش بشاميل متوفر عندنا جاهز. دلوقتي نزلت بالبشاميل، هنزل بعدها بالخميره اللي هي الزبادي مع الدقيق اللي انا سبتهم يتخمروا فتره الرز بتاعي لما بقى جاهز معايا بالشكل ده كده. هقلب بقى كله كده مع بعض واسيبهم يغلوا مع بعض 5 دقايق. دلوقتي اخر حاجة بقى قبل ما اطفي النار، معلقة كبيرة حلوة كده من الزبدة، يدوب بس هتدوب في الكشك بتاعي، وبعد كده اطفي النار على طول. دلوقتي كده بقى الكشك بتاعنا بقى جاهز معانا. دلوقتي بقى حتة صغيرة كده من البصل المحمر اللي معانا ندوبه كده بس جوه الكشك نفسه، بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي بقى نغرف الكشك بتاعنا بالقوام الجميل ده والطعم التحفة. والطريقة دي حلوة قوي، جربوها هتعجبكم. بيتاكل الكشك بتاعنا طبعا بيتقل عن كده طبعا لما بيبرد، علشان الدقيق والبشاميل والحاجات والرز كمان بيتاكل جنب رز ابيض او مكرونة بيضة، وفي ناس تاكله بالعيش، يعني حسب ما انتوا حابين تاكلوه بالشكل ده كده. وشوية بقى من البصل بتاعنا، بس هستنى لما يبرد شوية. وبكده بقى جاهز معانا احلى طبق كشك لكل عشاق الكشك. جربوا الوصفة دي هتحبوها جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جربها وتعجبه يا ريت يسيب لي رأيه في كومنت، واللي يعجبه الوصفة يا ريت يسيب لي اعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله.